مساء الخير عليكم بنات، أتمنى تكونوا بخير وأفضل حال يا رب. تعرفوني رجعت من السفر وبدينا كذا نقضي للبيت. أمس قضيت للسوبر ماركت، بس في أشياء كذا ما في موجودة إلا في محلات نفس كذا، محل بخمسة خلوا الكمية. هذا اسمه أمازون اللي موجود مقابل مستشفى الولادة في محاسن. المهم بدخل داخل بشتري الأشياء اللي أبيها. أنا مبدئيا أبي تكرمون أكياس زبالة، أكياس سفرة، أكياس يعني تكرمون أكياس زبالة بس تكون بأحجام مختلفة. أبي ملاعق بلاستيك، صحون بلاستيك. يلا خل نبدأ وأحاول أصور لكم وأنا أتقضى وأحاول أصور لكم جولة. يلا توكلنا على الله. شوفوا كثير تسألوني عن مكانه، شوفوا مقابل بالضبط مستشفى الولادة، مقابله هذا هو هنا وهو موجود هنا قبلي بعد. يلا خلونا نبدأ. بس مبدئيا شوفوا الأكياس، كاسات ملونة صح الحفلات وكذا. ثلاثة بخمسة، هذا الأبيض بس مش هذا اللي أبيها. ما أبي أنا يعني أكواب، أبغى أكثر شيء بلاستيك، صحون، ملاعق. ناخذ جولة. وهذول حلوين، إذا جيتوا تشترون بخمسة أكواب زي كذا تأكدوا إن الغطاء يكون نفس مقاس الكوب. لاحظت إذا اشتريت من عندهم مقاس مقاس الكوب يكون غير مقاس الغطاء، فهمتوا؟ فتأكدوا، لأن بعض الأحيان أنت تبينه بغطاء، أنت ما بتشربينه في البيت سفري يعني، بتشربينه برا. هذا شكله حلو. مرة اشتريت كميات كبيرة، اروح البيت ألقى الأكواب أصغر من الأغذية، الأغذية مرة كبيرة. شوفوا الملاعق اللي أبي منها نفس كذا، باخذ منها كثير كثير، مش أقل من 10 أكياس. أخذت 4 5، لا 5 كفاية. ترى استخدمها وقت طويل، تقدر عندي 6 شهور. ليش استخدمها؟ اي وقت استخدمها؟ عارفين الوقت اللي انتم مخلصين شغلكم، مثلا منظفين كل شيء، بس مثلا بيجيكم ضيوف، عرفتوا؟ ما تبون توسخون، يظل كل شيء نظيف. تستخدموا مثلا ملعقة للاطفال، تخلوا الملعق بلاستيك، تبون تحطوا لكم اكل استخدموا الملاعق هذه. انا اوقات كذا احب، لانه ما ادري احس في اوقات بدأت إذا بيجي ضيوف لازم كل شيء قد نظيف، ما في كل شيء تروح تغسليه تنظفين. شوف هنا بعد، هنا صحون، شوفوا فيها يكون 50 حبة، بس ما أبي صحون زي كذا، أبي الدائرية، أحس هي تكون أحسن شيء لنفس كذا. أحس المقاس هذا عملي، بغيت تحطون فيه مثلا سلطات، لو بتروح الحديقة بغيت تحطون فيه مثلا أكل، رز، صالونة، أي شيء بس حلو. بعد هذا باخذ 4 حبات أو 5 كده. بس كده كفاية، ما أقدر صراحة أعيش من غير نوعية البلاستيك هذه، ملاعق وصحون. أي شيء ثاني مو مهم، زي هذول ما أحبهم كثير، أجيبهم بس أحس مو حلوين. ما هذول حتى لو غسلتوهم أحس إنهم نظيفين. هنا قسم الصفر، طبعا ما أخذ أي نوع، في نوع معين أحبه. شوفوا ما أحب اللي زي كذا، اللي تحسونها منفوخة ما أحبها. في نوع أحبه زي هذه بس يكون لونها مش كذا، بحاول أدورها لكم، يكون يجي منها ألوان سادة زي كذا، زي هذا، زي هذا. شوفوا هذا، زي هذا، هذا تعجبني، وهذا اللي أحسه أقوى شيء وأحسن شيء. بس أخذ ألوان ثانية يعني، نأخذ من هذا اللون حلو، هذا حلو، بأخذ هذا، بزيد بعد منه. في أبيض، بس ما أحب الأبيض، هذا حلو، برجع أزيد الحين. أحس 3 كفاية، خذيت 3 حبات، ما لقيت إلا 3 ألوان هذه، لو في كنت باخذ. شوفوا الأكياس هذه، بس الحين مبدئياً أنا ما أحتاجها، بس الأكياس هذه مرة حلوة يعني عندي في البيت، تستخدمونها للحمسات، إذا سويت حمسة طماط وبصل، حمسة أو كشنة ما أدري تسمونها، أحب أحطها هنا.
اخذ مقاس 10، 10 يجي حلو ومره كبير، 8 بعد حلو، 8 او 10. اما 6 وكذا لا، احس 6 تصلح الحمسات صغيره حق بيتزا كذا. شوفوا مقاس 10 تحسه كبير مره صح، بعض الاحيان يكون مقاس 10 اصغر. مبدئيا انا المقاس اللي احب استخدمه زي كذا. في طفل يصيح ما ادري ايش فيه الله يهديه. هنا تكرمون اكياس زباله، بعد اكياس زباله ما احب اخذ النوع اللي كذا، شوفوا ينعفط بسرعه، احب اخذ النوع اللي يكون الحين اوريكم نفسه. شوفوا اللي تعجبني نفس هذه، نفس هذه تحسونه ما تنعفط بسرعه زي هذيك، تكون خفيفه ويكون الاسود اسود مره مو رمادي، الرماديه ما احبها. طيب راح اخذ من هذه مقاسين 50 و30، باخذ 3 مقاس 50، 2 مقاس واحدة بس أو 2 مقاس 30، هاي بعد 50. بدور الحين، أخذت بعد مقاس 30 حبتين، أحطهم الحين في العربية كذا. أخذت أهم الأشياء، بس ما يمنع إني بأخذ جولة بالمكان أصور لكم. بس مبدئيا هذه أغراضي اللي أنا بيها وجيت عشانها، ما أبي شيء ثاني، بس بشوف أسوي لكم جولة نتفرج. هنا قسم بخاخات، هنا قسم أتوقع الناس اللي مهتمين بتصليح بيوتهم أو يعرفون يصلحون بيوتهم، ما أدري أحس إنه. شوفوا هذا غالبا اللي عندهم زرعات راح يستفيدون منها، بس ما أدري أسعارها على 5 ولا لا، بس شكلها حلو حسام يعني قوية. هنا كله مواعين، هنا شوفوا أشياء نفس الغاز كذا حق تسخين الصواني، بس اللي زي كذا ترى أبد 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 ما تستفيدون منها. أحس كلها تكون كذا بس لصق الأكل ومش أصلية. أحس بخمسة حد بس تكرمون أكياس زبالة وصحون بلاستيك، يعني استخدام مرة واحدة وانتهينا. بس شوفوا هالأشياء الكيوت، ما أدري وش هي له. هذا هذه توزعون فيها الكريب، شوفوا هنا حق الكريب، هذه تحطون فيها أتوقع كذا يعني كديكور، تحطون فيها مذاقات أو شيء. في أشياء دلوعة هنا، هنا معمول يعني القالب حق المعمول، وهذه تزين الكيك أكثر شيء هنا. شوفوا الأشكال اللي هنا حلوة، بس ترى بلاستيك، بس حلوة حق حفلات وكذا. هذا بس أقولكم خفيفة مرة. شو هذا للسكر، في أشياء كثيرة مختلفة هنا. تصلح الفطورات الحديقة، رحلات عيد ميلاد، يعني ما تاخذون فعندهم أشياء كثيرة حلوة تصلح يعني حفلات وكذا، تغيير شوية عن الأشياء التقليدية. شو هذه بعد حلوة، أنا خشبي بس مرة حلو. جاية منها أشكال كثيرة، في الوردي، في البيبي بانك. شو هذا بعد يجينا مرة حلوة لونه، أشياء حلوة للحفلات مرة حلوين. أحس محلات بخمسة كذا قاعد تتطور، تصير عندها أشكال حلوة، بالذات الأشياء الاستهلاكية. بس هم لو شيء استهلاكي خذوهم، بس لو شيء أساسي مثلا ألمنيوم، قطع مهمة في البيت، لا خذوها من أماكنها اللي أنت تضمنونها كذا. بس بحاسب أغراضي وما يحتاج أوريكم إياها، إذا احتبيت كلها أشياء استهلاكية بسيطة. أتمنى كذا الجولة عجبتكم. بس والله يا بنات كذا خلصت مشترياتي السريعة وجولتي، أتمنى يا ربي عجبتكم. لا تنسون بنات سووا شير، سووا لايك، واشتركوا في القناة، فعلوا جرس التنبيهات عشان يجيكم تنبيه بكل فيديو جديد أنزله. بإذن الله الفترة الجاية بتكون كثير فعاليات، بما أنه صيف وإجازة، انتظروا مني فيديوهات كثير حلوة. أشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله، مع السلامة.